اسكت. هالشي ماشي معقول. سامي دول. الرسالة ديالنا واضحة، وباش توصل دغيا قررنا باش نجيو نقولوها للسيدة الوزيرة من أمام مقر ديال وزارة السياحة. المطالب ديالنا باش يعيشوا الشركات ديالنا كثيرة، ولكن غادي نلخصوها في جوج ديال المطالب اورجونت. سو سون دي ميزور ا اكزيكوتي توت سويت، ماشي دوما، ا اكزيكوتي ايغ، باش نقدروا نعيشوا. الناس كلهم هادو كيجيوهم باش يخلصوا الضريبة، الناس ما عندهاش فلوس باش تخلص الضريبة. بالنسبة للشغيلة ديالنا، الناس ما عندهمش فلوس باش يخلصوا القروض ديال الديور ديالهم، ديال كاع القروض اللي عندهم. واليوم كنطلبوا باش هاد القروض تحبس، وكنطلبوا باش تحبس جميع المتابعات القضائيه ديال الناس اللي ما قادرش خلص الديون ديالها. الا بغيتوا تعتقوا هاد لو سيكتور اللي هو السيكتور ديال السياحه بكل شيء، حنا اليوم جينا وكالات الاصفار، ولكن كاين ناس ارباب فنادق، كاين لي ريستورون، كاين لي غيد، كاين بزاف ديال المهن داخله في السياحه، كلها تحتضر. ومني كيكون شي واحد كيحتضر، الي دون لورجونس خصك تعتقوا. الا ما عتقوش الشركات السياحه، راه اغلبيه ديالها الا ما كانتش 70 ولا 80% غدا على حافه الافلاس. احنا هنا في هذه الوقفه احتجاجيه السلميه كنطالبوا بمطالبنا اللي هي مشروعها، هي يفتحوا لنا الحدود باش نخدموا، لانه حتى حنا ضررنا في هذه الازمه، وضروا اخواننا حتى هما في الناس في السياحه في الجنوب، في ورزازات، في مراكش، في مرزوقه، في جميع انحاء المغرب تقريبا. لانه هذا اللي راه حنا طالعين في عامين، دابا عامين ديال الازمه، احنا طالعين في العام الثالث. دونك حنا كنطالبوا من الناس المسؤولين يلقاو معنا حل اللي يخليونا نخدموا، يحلوا الحدود. لانه حتى كنتعشت السياحه واحد الفتره ما بين شهر 10 وشهر 11، عاود جا القرار المفاجئ تاع اغلاق الحدود. عاود تفائلنا خير على اساس غادي يحلوا في 31 في شهر 12، جاء عاود قرار مفاجئ هذا. لا، انتم كتشوفوا بعينكم الوضعيه كي دايره، الناس ضرات، اغلبيه وكالات الاصفر سدوا صفائتهم. اون اني دو فايت، صافي، ما بقى عندنا ما نقولوا، كنا امرنا الله، يعني صافي فوضنا امرنا الله. هذا لا، وكالات الاصفر اللي سدوا بصفه نهائيه الفندق ديال مراكش، والفندق غير البارح الفندق ديال مراكش هو اللي سد. هذا لا، الناس من الغالب الله، الضرائب، الاجور ديال الناس اللي خدامين، التليفون، راه كاين دي شارج. الله يحسن العوان، راه حنا كنهضروا بحرقه، كنهضروا على راسنا وعلى الناس اللي ضروا، الناس صحابنا في الجنوب وفي الشمال، فين ما مشيتش. نحافظوا على السياحه، غنديروا احترازات ديالنا، كاين اللقاح، كاين لي تيست بي سي ار، كاين الكمامه، كاين كل شيء. الناس خدامين السياحه، حنا سادين عنا الحدود. علاش درتو خديتو الاجراءات في الاول؟ الانسان يجيب تيست بي سي ار، غادي يدخل للمطار هنايا، غادي تعاود يتقلب، داكور داكشي مزيان لينا حنا، وانما عاودتو سديتو داكشي مفاجئ. لانه حنا كنخدموا اغلبيتنا مع الناس السياح الاجانب، وكنخدموا حتى مع السياحه الوطنيه، ولكن في الظرفيه الحاليه الناس ما بقاتش كتزعم تسافر. سامي دور. للتهميش رافي دور.